لكن جالك فترة فقدت الشغف وعملت في فيلم عن الحكاية دي، فقدت شغفك ده حقيقي، يعني فقد رغبته في الحياة ده حقيقي، وفضلت قاعد ما بتعملش حاجة، ما بعملش حاجة خالص. قعدت قد ايه كده؟ قعدت شوية حلوين، قعدت مثلا 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين مش عارف اعمل ايه، وحاسس انه مش ما عنديش حاجه اعملها، ومش لاقي حاجه اعملها، وغير ان انا يا اعمل شاي يا اعمل كيكه يا اعمل، فاهم؟ مش عارف اعمل ايه، مش لاقي، مش حاسس ان انا مش قادر. فحسيت انه عارف فكاني فقدت شغف في الحكايه. ورامي جندي ولا لا؟ رامي بعد ما انا يعني كان بيشتغل معايا على بروجكت ليه علاقه بالفيلم، مش ده، مش بتاع واحد تاني بتاع الشغف، لا بعد كده. بس لما قعدت معاه في الجلسات عشان نتمرن على الفيلم اللي مفروض هنعمله، فاكتشفت حاجات ليها علاقة بالفيلم اللي أنا عملته، يخص فكرة أنه إزاي تنمي شغفك إزاي. وهو بيشرح شيء تاني خالص، هو كان بيشرح لي الكاركتر والشخصية وبنعمل عليها تدريبات وإزاي نصحصح. لقيت الإجابة على السؤال اللي أنت بتقوله. فلقيت إجابة على السؤال ليه إيه؟ أنه فكرة الخيال، الفرق ما بين الخيال والتخيل، وفكرة ان احنا بنشتغل بجزء بسيط قوي من مخنا، مش بكامل مخنا. ففي من احد التمرينات اللي بتتعمل فكرة انك تدريب معين كده بيقوي الخيال، يعني احنا ماشيين بالذاكرة بتاعتنا. ما ممكن التدريب ده تعمله ولا ده حاجة يعني؟ لا ده هو احنا قاعدين كده بنعمل ايه؟ ما فيش، انت بتقعد كده يعني بيقول لك، مع ان دي اسراره بس خلينا نقولها بشكل ما يفرقش عشان الناس تستفيد. الناس كتير عندها اكتئاب يعني، يعني هقولها لك بشكل بسيط قوي. بمعنى ايه؟ انا جيت النهارده لو قلت لك محمود اوصف لي بيت، اوصف لي بيت، بيت كده، انت واقف قدام باب بيت وخش كده البيت ده، فانت يعني بتقعد تراكلس خالص وبتغمض عينك شويه ومش عارف ايه لغايه ما تبتدي تتخيل بيت. بس في شرط، سؤال حلو جدا. بس ما في شرط قبل ما توصف لي البيت، ان انا اجي اقول لك اي شيء وانت بتتخيل البيت ده اللي انت بعد ما نتكلم يعني انك هتقول لي ايه شكل البيت ومواصفاته، انك وانت في الحاله دي لو اكتشفت او لو تخيلت اي شيء انت شخصيا تعرفه او شفته قبل كده اعمل له زقه، مش عايزه. انت عايز بيت ما شفتوش قبل كده. الله ينور عليك. بيت خيال، بيت مش موجود في ذاكرتك، مش موجود في ذاكرتك. فده معناه ايه؟ انك انت بتاخد كل ذاكرتك اللي انت بيت جدتك، بيت ابوك، بيت اي بيت اللي جه في دماغي بيت جدتي فعلا. صح، زقينا ده طبعا. فتزق لا الباب ده، الباب ده، السفره دي كان، لا انا عايز حاجه ثانيه. فتبتدي تشغل الابداع في مخك انك ترى الأشياء عمرك ما شفتها. حلو والله. فتكتشف إن في جزء من المخ مش شغال. فإحنا دايما ماشيين على قضيب القطر اللي إحنا عارفينه، حتى في تربية ولادنا مثلا. أنا أبويا رباني كده، فأنت بتربي ولادك من مخزونك بتاع تربيتك. أو غلط. بالظبط، لأنه ممكن يكون في جزء غلط. الله، بالظبط. طبعا أنت عارف الحكاية دي كويس، وبتعرف تتعامل مع ولادك بطريقة تانية خالص، لأن هم جيل تاني ودنيا تانية. فالتربيه بتبقى حاجه عايزه حاجه تانية. التربيه هي الوقت عدى بقى له كتير قوي. التربيه بقت صعبه اصلا. يعني صعبه عن ما احنا تربينا. صحيح. بكتير. الدنيا متغيره خالص. بقول لحضرتك الوقت عدى خالص من بدري، وانا لسه عندي اسئله كتير. بس قبل ما اختم، الاول عندي سؤال. ايه اللي في حياتك الزوجيه لما جيت تتجوز منى كان نفسك تعمله وما عملتوش ولسه نفسك تعمله؟ انه انا وهي نلف العالم. تمام. انا نفسي اسافر والف العالم واشوف حتت ما شفتهاش. ده كان حلم عندي من قبل ما اتجوز اصلا. ولما اتجوزت يعني حاسس ان انا مش عايز اعمل كده الا انا وهي مع بعض ان شاء الله تعمل كده. حقيقي يعني رسمت صوره لوالدك وكتبت عليها ابي العزيز هل تراني كما أراك في منامي. أنت بتشوف باباك في منامك على طول؟ بشوفه يعني من وقت للتاني كده، ودايما بيفاجئني. يعني بيجي لي في الوقت اللي أنا تمام. عايز تنام؟ عايز أنام. وقت ما أنا مثلا محتاج وما يجيش يعني. بس بكتشف إن مجيته برضه بيبقى لها سبب.